السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين، نناقش فيها التكافل كقيمه مجتمعيه واهميه المبادرات والجمعيات المحليه ودورها في التخفيف من معاناه الناس. في ظل الحرب وتوالي الكوارث وارتفاع أسعار المواد الغذائية تتضاعف معاناة الناس خصوصا الفئات الأشد فقرا. رمضان بالنسبة للكثير ليس شهر الصوم والقرآن فقط، بل موسم الخير الذي ينتظرونه. وفي هذا الشهر بالذات تظهر مبادرات خيرية وتتحول فيه كثير من المناطق والأحياء السكنية والمساجد إلى ورش عمل لفعل الخير، وتصبح أبواب فاعلي الخير مقصداً للمحتاجين، كما تصبح بيوت الفقراء المتعففين هدفاً للباحثين عن الأجر والمثوبة. في حلقة اليوم نناقش قيمة التكافل المجتمعي ودور المبادرات والجمعيات المحلية في التخفيف من معاناة الناس في ظل الحرب، ولمناقشة ذلك سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز الناشط الشبابي محمد الوتيري، ومن صنعاء الناشط المجتمعي عمار مرشد، ومن تعز أيضا سيكون معنا المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة السيد أحمد الصهيبي. أبدأ مع ضيفي من تعز عبر الأقمار الصناعية الناشط الشبابي سيد محمد الوتيري. سيد محمد مساء الخير. أهلا أخي شادي، سعد الله مساك بالنور ولكل المشاهدين. أهلا بك محمد، شهرك مبارك وكل عام وأنت بخير. يعني نتحدث اليوم عن رمضان، يعني فكرة التكافل المجتمعي والتي يعني يتميز هذا الشهر الفضيل بما يقدم للناس من معونات من مبادرات ومن منظمات خيرية كثيرة في رمضان. يعني يعتبر هذا الشهر ليس شهر فقط للقرآن والصوم، بل موسم خير. يعني حدثنا عن مظاهر الخير التي تحضر مع حضور هذا الشهر. لما نتحدث عن التكافل الاجتماعي، احنا بنقصد انه التعاون اللي بيكون بين الناس في الحفاظ على المصالح العامه، في التعاون للتغلب على المشاكل والتحديات اللي تواجههم، في تخفيف المعاناه فيما بينهم. منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابيه تعمل طيله العام لتخفيف معاناه الناس، لتقديم المساعدات المختلفه لهم. يأتي شهر رمضان ليكون فرصة إضافية لمضاعفة الأعمال والجهود التطوعية والأعمال الخيرية. في رمضان المبارك تقوم المبادرات الشبابية في توزيع التمور، في توزيع وجبات الإفطار، في إحياء أمسيات رمضان بالموالد، بالفعاليات الثقافية والفنية. نعم. في عدد من الأنشطة الروحانية التي تكتسي شهر رمضان المبارك. نعم، لكن محمد يعني ربما أنت كنت معنا ضيف في حلقات سابقة، وكان الحديث أيضا حول دور المبادرات في تقديم المعونة للناس، يعني هذا في ما قبل شهر رمضان. يعني ما هو أو ما الذي يعني قدمتموه أنتم ك يعني ناشطين في مبادرات متعددة في هذا الشهر؟ من بداية شهر رمضان المبارك قمنا بتوزيع المساعدات الغذائية اللي كانت عبارة عن سلة غذائية لبعض الأسر والفقراء والأشد احتياجا. في بعض المناطق قمنا بتوزيع مساعدات نقدية لأسر معروفة لدينا سابقا أنها متضررة، لديها حالات مرضية سيئة جدا تحتاج المساعدة بشكل مستمر. لدينا أسر من خلال عملنا في المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني معروفة من السنوات السابقة هي تحتاج للمساعدة بشكل مستمر. فكان شهر رمضان المبارك فرصة إضافية لنا لتقديم العون وتقديم مساعدات أكثر لهذه الأسر. نعم، لكن محمد في مسألة أيضا المبادرات وحضورها في الشهر الكريم بهذا أو بهذه الكثافة، يعني نجدها في الأيام الأخرى غير شهر رمضان، يعني هي متواجدة ولكن ليست بالكثافة المتواجدة عليها في شهر رمضان. لماذا برأيك؟
المبادرات الشبابية تعتمد في نشاطها كما أشرت سابقا على التبرعات والمعونات التي تحصل عليها من فاعلي الخير ومن المغتربين ومن التجار في الداخل والخارج. في شهر رمضان المبارك يقوم التجار بتوزيع بدعم هذه الأنشطة بشكل أكبر، يقوم المغتربين بتمويل أعمال الخير، فاعلي الخير يكونون أكثر وأكثر عطاء في شهر رمضان المبارك. لهذا تجد الأنشطة والمبادرات الشبابية تكثر من أنشطتها الخيرية والإنسانية في شهر رمضان وفي العيد الفطر المبارك. نعم، لكن محمد، إلى أي مدى أثرت الحرب يعني على أحوال الناس في رمضان هذا العام؟ يعني ربما قد يكون لك مشاركات كثيرة في أعمال خيرية في رمضانات سابقة، ولكن ما الذي وجدتموه هذا العام مختلف عن الأعوام الماضية؟ المواطنين في تعز يعانون كثيرا جراء الحرب على المدينة، الحصار ما زال مستمر، التكاليف المعيشية، الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية ارتفعت أسعارها بشكل مهول، القيمة الشرائية للعملة تدهورت بشكل كبير جدا، أصبحت الأموال التي يحصل عليها المواطنون سواء كمرتبات أو كأجور لا تفي لتوفير الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي فاقم من معاناة الناس، وأصبحوا تقريبا ما يزيد عن ثلث أو ثلثين المجتمع في تعز لا يستطيع توفير احتياجاتهم بشكل كامل، فيضطرون للبحث عن مساعدات خيرية أو يعتمدون بشكل أو بآخر على منظمات المجتمع المدني التي تقدم الإغاثات التي تقدم المساعدات المختلفة. نعم، طيب محمد، إذن ستتكرم بالبقاء معنا قليلا، سنذهب الآن لمشاهدة هذه المادة حول أو التصريحات حول آراء الناس حول أهمية المبادرات المجتمعية في التخفيف من معاناة الفقراء. نذهب سويا مشاهدينا لمتابعة هذه المادة. هو مدى اهتمامه بشريحة الفقراء والضعفاء، وكلما كان المجتمع متحضر درجة المستوى التحضر يتمثل باهتمامه بالشرائح الضعيفة ومدى ابتكاره للمكونات والتشكيلات والمبادرات المجتمعية للقيام بالمهام المناطة بالأقوى نحو الأضعف، وهذه دليل تحضر، ونأمل أن تتسع دائرة المبادرات المجتمعية في مختلف وشتى المجالات، لأن كلما قوي المجتمع كلما كان الدولة أقوى، فقوة الدولة من قوة المجتمع. ضف إلى ذلك بأن القصور إن حل بالمؤسسات الرسمية تملئه منظمات المجتمع المدني المعبرة عن قوة أي من المجتمعات، فنأمل لهذه الكيانات أن تتسع ولروح التكافل أن تشمل كل الفئات، وبالذات في مرحلة التكالب، والتكافل في مراحل التكالب من أهم المميزات التي تبقي النسيج الاجتماعي متماسك ومترابط، لكون المشاريع الهدامة التي تحملها الميليشيات الانقلابية تسعى بجهود حثيثة لتفكيك النسيج الاجتماعي وتمزيق هذا المجتمع، فكلما حنى بعضنا على بعض وتكافل بعضنا على بعض كلما أفشلنا المشروع الانقلابي وحافظنا على الفئات الضعيفة، وكما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعيفكم بدعائه وصلاته. المبادرات الخيرية سواء كانت من قبل منظمات أو من قبل فاعلين خير هي تسهم كثيرا في رفع معاناة أبناء الشعب اليمني، وخاصة وأن أغلب المواطنين داخل المحافظات اليمنية يعيشون على هذه المبادرات الخيرية وعلى هذه المنظمات التي ترفدهم دائما بالغذاء وكذلك بالدواء وأيضا بكل المعونات الإنسانية. بالنسبة للمنظمات والجهات الرسمية ودورها الغائب تماما في ظل الوضع الحالي، إلا أن انبثق مؤخرا في شهر رمضان التكافل الاجتماعي والمبادرات الخيرية التي خففت من دور المواطن كثيرا في ظل وضع الحرب. لا ننكر وجود التكافل الاجتماعي وسط المجتمع اليمني، إلا أنه دوره بسيط جدا وربما غير ملموس بشكل أكثر وسط المجتمع، ولكن نعتب على المنظمات التي لم نجد لها أثرا في وسط المجتمع خلال الشهر الكريم وخلال الحرب.
إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من تعز حول التكافل المجتمعي في شهر رمضان وفي أيام السنة بشكل عام. ونذهب الآن لأن نستقبل اتصال من صنعاء، أو سيكون معنا من هناك الناشط المجتمعي السيد عمار مرشد. سيد عمار، مساء الخير. أهلا بك سيد عمار. يعني نتحدث اليوم عن التكافل كقيمة مجتمعية، يعني حدثنا عن طبيعة العمل الخيري في صنعاء خصوصا في شهر رمضان. والله ما شاء الله التقرير اللي فعلته وآراء الناس في الشارع والكلام اللي قالوا كفو وفو، يعني أشياء جميلة سمعناها قبل ما أدخل معكم عن خط. والتكافل المجتمعي الحاجة هو الوحيدة الآن اللي مخليها للعاصمة صنعاء أو لمناطق الشمال لها دور إنساني بارز، وهي بالنسبة لي أنا أسميها هي الأمل الذي يخرج الألم في المجتمع اللي بمر فيه بسبب الحرب والحصار الداخلي وعدم استلام الرواتب والأشياء كلها. التكافل المجتمعي غالبا يجي من الشباب والمبادرة الشبابية، وهذا ينبع من قيمة أساسية في الإنسان اليمني، يعني من مبدأ يلد فيها اليمني وهو موجود فيه، انه لازم يساعد الاخر، لازم يتكافل، لازم يتفقد جيرانه، لازم يكرم عمال النظافه، لازم يقدر رجال المرور، لازم يوزع وجبات غذاء، وهذه الاشياء اللي تحصل وشايفينها انت في المجتمع اليمني مؤخرا في صنعاء بالذات يعني. نعم، لكن يعني ما هي ابرز الانشطه التي ربما يعني شاهدتها في صنعاء خلال شهر رمضان فيما يتعلق بالعمل الخيري في رمضان؟ وهذه نقطة دائما نذكرها في اللقاءات الخاصة بالتكافل الاجتماعي، انه في مبادرة شبابية ومجموعات شبابية مشكورين طبعا ما قصروا، بس بيخلوا انشطتهم المجتمعية موسمية يعني في رمضان فقط، وبنفس الوقت بيحصروها كلها على غذاء، ثلاجات غذائية وجبات افطار والاشياء هذه كلها، لدرجة أنك تلاحظ أن بعض الأسر تأخذ من 3 إلى 4 ثلاجات غذائية بسبب عدم الترتيب بين الشباب والمبادرات اللي بتوزع. وهذه أغلب الأشياء اللي شفناها في رمضان زي ما أنت سألت، اللي هي أنشطة خيرية، توزيع ثلاجات غذائية أو توزيع أفطار صائم، أو أنهم يفعلوا مأدبة عشاء لفئة معينة، كانوا مسلمين أو كانوا أيتام أو كانوا أحداث أو كانوا حتى من رجال المرور. نعم، إذن فقط يعني لو تطلعنا سيد عمار على يعني طبيعة التحديات، إذا كانت هناك تحديات تواجه العمل الشبابي الخيري في صنعاء، هل هناك تحديات تواجهكم أم أن يعني العمل أو الأمور تمضي بشكل طبيعي؟ لا مش طبيعي أكيد. يعني أول تحدي بتواجهها المبادرات والمجموعات الشبابية، لأنها مجموعات غير مرخصة قانونيا، أول حاجة بتواجهها هو التصادم مع سلطة الأمر الواقع، ووجوب أخذ التصاريح في بعض الأنشطة الكبيرة من سلطة الأمر الواقع في صنعاء، وهذا بيأخر بعض الأنشطة وبيتم إلغاء فعاليات وأنشطة، وبيتم إعطاء التصريح لمجموعات معينة لتنفيذ نشاط معين حسب أيديولوجية معينة أو شيء. لكن عشان نكون واقعيين يعني ونكون حقيقيين اكثر، هو في تعاون نوعا ما، لكن التعاون هذا بيكون يا اما بحسب الايديولوجيه اللي حينفذوا فيها النشاط، او الفئه اللي حيتم تنفيذ النشاط لها، او الفئه اللي حتنفذ النشاط، هذا اللي بيتم التعامل معه. يعني يتم الاعتراض سيد عمار على يعني لو قلنا يعني فعاليه ترفيهيه قد يعني يكون الامر معقول نوعا ما، لكن يتم الاعتراض على نشاط تقدمون فيه الخير على الناس وتواجهون صعوبات واعتراض على تقديم الخير من سلطة الأمر الواقع؟ صحيح. يعني في بعض الأنشطة التي بتسويها، يعني زي ما قلت لك، إذا كانت جهة معينة بالنسبة لسلطة الأمر الواقع يشبوها مثلا، أو إذا المصطلح كان كويس، إذا هذه المجموعات أو الجهات اللي بتسوي خير او بتوزع السلع الغذائيه بالنسبه لسلطه الامر الواقع مشبوعه، فبيتم انه المطالبه بالتحقق من كشف الاسماء وكشف الاسر المستفيده ومن فين جاء الدعم وكيف حيجي الدعم وليش كذا وكذا والى اخره. فزي ما قلت لك، بنفس الوقت في حال كان في ما فيش اي مشكله على مجموعه معينه من الشباب او جهه معينه، فبيتم التعامل معهم بشكل بسيط يعني. طبعا هذا واحد من التحديات اللي هي سلطه الامر الواقع. التحدي الثاني هو الماده.
يعني نعم. أغلب الآن الأفعال الأعمال الخيرية في رمضان بسبب الزكاة، واللي موجودين خارج اليمن والمغتربين اللي بيشتروا فلوسهم بسبب العملة والتضخم اللي حاصل في البلد، الدولار بيفعل حاجة كبيرة بالنسبة لنا هذه الأيام يعني. نعم. فإنه في تمويل داخلي لهذه الأنشطة، هذا يعتبر تحدي ثاني كمان للمبادرات والمجموعات الشبابية في عملهم في التكافل الاجتماعي. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد عمار، وأرحب بضيفي من تعز المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة السيد أحمد الصهيبي. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور العافية، أهلا بك عزيزي شادي وبجميع مشاهدي قناة الثقيف. أهلا بك سيد أحمد، نتحدث اليوم عن التكافل كقيمة مجتمعية، يعني كم جمعية أو جهة أو مبادرة تعمل ضمن إئتلاف الإغاثة في تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية إذا ما تحدثنا عن قيمة التكافل في اليمن، نقول أن قيمة التكافل الاجتماعي هي واحدة من المميزات التي يتميز بها المجتمع اليمني، والتي ظهرت آثارها بشكل أكبر خلال فترة الحرب منذ العام 2015 وحتى اليوم نحن في العام 2019. ولولا جهود هذه لولا جهود التكافل الاجتماعي وجهود المبادرات الشبابية أيضا التي عززت من هذه القيمة، لما استطاعت الجهات الكبرى القيام بمهامها. ومن هذه الجهات الكبرى أيضا يكون ائتلاف الإغاثة الذي كان له تعاون مشترك كبير مع هذه الجهات. بالنسبة للأعضاء العاملين مثلا الذين هم أعضاء لدى ائتلاف الإغاثة الإنسانية، كان لديه ما يزيد عن 200 جمعية ومنظمة ومؤسسة عاملة بشكل رسمي، بالإضافة إلى أكثر من بلدية ومجتمعية عملوا كأعضاء لدى الائتلاف خلال الفترة السابقة، وكان نشاطها الكبير والملحوظ خلال الأعوام في 2015 و2016 و2017 بشكل كبير. ما ميز هذه المبادرات أو انضمامها إلى ائتلاف الإغاثة في تنفيذ أنشطة الائتلاف على العديد من المستويات، كان لها دور بارز في الوصول إلى المناطق الصعبة التي كان يصعب على كثير من الجهات الوصول إليها. كانت هذه الجهات لديها مثلا أعضاء أو ضم طاقم فريقها ناس يسكنون في مناطق معينة، مثلا في المناطق التي كانت تشهد مثلا مناطق اشتباكات مناطق تماس أو المناطق التي كان يتواجد فيها نازحين أو مهاجرين كثرا، في مناطق أيضا صعب الوصول إليها بسبب صعوبة التضاريس. كانت هذه المبادرة تصل إلى هؤلاء المتضررين، وكان يوصل الائتلاف مساعدته عبر هذه الجهات. أيضا كان لها دور بارز في سواء مثلا في الإبلاغ عن إذا ما كان هناك أيضا نازحين أو متضررين أو ناس وانتقلوا من أماكن إلى أماكن أخرى، كان لهذه المبادرة دور كبير نعم. في الرفع بأسماء هذه الجهات والأسر والنازحين وتقديم أسمائهم، ومن ثم يتم إعداد الموازنة الخاصة بتقديم المساعدات اللازمة لهذه الجهات، وتسلم هذه المبادرات هذه المساعدات ويكون تقديمها بشكل أفضل. نعم، إذن ابقى معي سيد أحمد الصهيبي، وسنذهب مشاهدين الآن لضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية سيد محمد الوتيري. سيد محمد، إذا ما يعني تحدثنا عن فاعلي الخير وتأثيرات الأزمة التي حلت بالبلاد، وربما مع أيضا استمرار الحرب تتفاقم الأزمة بشكل كبير خصوصا على التجار الذين هم يدعمون في شهر رمضان ويمولون الكثير من المبادرات، يعني إلى أي مدى يعني تأثر التجار في هذه الأزمة، وتأثرت مسألة دعم المبادرات الخيرية؟ مسألة الحصار في محافظة تعز هي ألقت بظلالها على كل المواطنين وعلى كل التجار وعلى كل سكان المدينة، فبالتالي التجار هم أيضا تضرروا من الحصار والحرب على محافظة تعز، تكاليف إضافية يتحملونها مقابل إيصال موادهم وشاحناتهم إلى محافظة تعز.
يضطرون لدفع رسوم إضافية عندما يمررون شاحنتهم من مناطق الانقلابيين. أيضا تدهور العملة يحمل التجار مبالغ إضافية، هذه كلها تنعكس على التجار وتنعكس كمان على المواطنين، فبالتالي التجار لا نجد تجاوب كبير منهم في هذه الأيام عندما نطلب منهم دعم مشاريع خيرية، دعم أنشطة إنسانية. الوضع الإنساني صعب بالنسبة للجميع، لكن نوعا ما هناك جهات ما زالت خارج اليمن هي التي تدعم وتمول الأنشطة الخيرية والإنسانية في محافظة تعز. هو كما نعرف أيضا محمد أنه في شهر رمضان دعم واستمرار الأنشطة. محمد، في شهر رمضان أيضا يعني الكثير من التجار يعني دون أن تذهب إليهم المبادرات أو يذهب إليهم الناس لطلب المساعدة، هم يبادرون مع حضور هذا الشهر بتقديم المعونات وتقديم الزكاة، وبالتالي يعني ينعم الناس كثيرا مما يقدمه التجار في هذا الشهر. يعني هل تأثر هذا الأمر مع استمرار الأزمة بشكل كبير، وإلى أي مدى هذا التأثير؟ تقريبا بالنسبة للمبالغ التي تدفعها التجار في شهر رمضان هي تقريبا الزكاة على أموالهم، فهذه موجودة بشكل مستمر وهي التي تمول الأنشطة والتي تتجه على المبادرات الشبابية، تعمل بشكل مستمر خلال شهر رمضان وتنفذ العديد من الأنشطة الخيرية والإنسانية والثقافية وغيرها من الأنشطة. أنا أتحدث عن الأنشطة التي كنا ننفذها طيلة السنة في محافظة تعز، الآن تأثرت بشكل كبير، التجار لا يتجاوبون معنا إلا في شهر رمضان، لذلك أغلب المبادرات الشبابية تختفي طيلة العام وتتواجد وتكثف من أنشطتها خلال شهر رمضان المبارك. نعم، لكن الإنفاق والعطاء هل هو بنفس الحجم الذي كان عليه في السابق، أم أنه يعني تقلص هذا الأمر ولم يعد كما كان؟ بالنسبة للإنفاق هذه السنة هو أقل بكثير من العام السابق وأقل بأكثر منه في الأعوام السابقة، يعود ذلك لأسباب كثيرة. السبب الأول تحدثنا عن الوضع المعيشي الصعب والذي انعكس على المواطنين وعلى التجار. المسألة الثانية أنه المبادرات الشبابية والعمل الإنساني وجد بشكل كبير في ظل غياب الدولة وفي ظل غياب مؤسساتها والذي يعتبر الكافل الرئيس للمواطن واحتياجاته. الآن نحن نشهد عودة لمؤسسات الدولة تفعيل لهذه المؤسسات وتقديم خدمات ولو بشكل ضعيف، لكن وجدت الآن المؤسسات وفي نوع من الخدمات تقدم للمواطنين. الشيء هذا جعل التجار وجعل المغتربين فاعل الخير يوجهوا تبرعاتهم إلى أشياء أخرى غير المبادرات الشبابية. نعم، بالنسبة لاستهدافكم كمبادرات ويعني حملات، يعني هل يتركز الأمر فقط على تعز المدينة فقط أو بعض المديريات المحاذية، أم أن يعني لديكم دراسات معينة تحدد يعني أماكن الاحتياج وبالتالي يتم تغطية المحافظة بمديرياتها بشكل كامل؟ ما يميز عمل المبادرات الشبابية هو انتشارها الواسع في محافظة تعز، فتجد المبادرات في كل المديريات في كل القرى في كل المناطق منتشرة وفاعلة بشكل كبير. بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني هي لديها دراسات، لديها إحصائيات ولديها قوائم بالمستهدفين في مختلف المناطق، فعندما تعمل هي تعمل بناء على دراسة للاحتياجات بناء على دراسة للأولويات. في قرى متضررة تقوم المنظمات وتعمل عليها بشكل مستمر، مناطق التماس تحاول المبادرات الشبابية تغطيتها، مناطق تواجد النازحين أيضا تلاقي الكثير من الاهتمام من قبل المبادرات الشبابية من قبل منظمات المجتمع المدني، فلدينا نحن معلومات ولدينا قواعد بيانات بالمناطق الأكثر تضررا الفئات الأكثر تضررا أيضا، فعندما نعمل في خلال المشاريع حقنا والأنفذة أو الأنشطة فنحاول أن نستهدف على حسب الأولويات، لكن المبادرات الشبابية هي منتشرة في كل المناطق وفي كل المديريات وتعمل
بشكل مستمر ومتوازي يعني. نعم، إذن ابقى معي سيد محمد الوتيري ناشط شبابي، وأذهب لضيفي من صنعاء سيد عمار مرشد الناشط المجتمعي. سيد عمار، يعني إلى أي حد تغطي هذه المبادرات المحتاجين؟ يعني وهل هناك أرقام معينة للمحتاجين في صنعاء والناس الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية من أول هذا الشهر الكريم؟ مدام على سؤالك الفقرة الأولى، في تأثير كبير للعلم يعني، وحقيقة احنا ما ننكر جهود الشباب والمبادرة الشبابية اللي حقيقة أثبتت عجز وفساد المنظمات الدولية اللي تلاقي ميزانيتها تتجاوز المليون دولار، وما هي بشارقة من المليون دولار إلا 100,000 فقط مساعدات، والبقية رواتب وسيارات وإلى آخره. الشباب بيغطوا عجز كبير سلطة الأمر الواقع مش قادرة تغطيه، وفي نفس الوقت المنظمات الدولية مش قادرة تغطيه، ولا حتى الشرعية قادرة تغطيه. الجزء الثاني الأرقام، أنا دائما كنت أنصح ولا زلت من منطقة أنا أنصح إنه لازم الشباب يبدأوا ينظموا عملهم، لازم يكون في معاهم قاعدة أو مرجعية واحدة يتم فيها رف كل المعلومات غير الخاصة، المعلومات العامة القابلة للنشر عن عدد المستهدفين والمناطق التي تم استهدافها والأشياء التي تم توزيعها، عشان لما حد يسأل زي السؤال اللي أنت سألتني يقدر يرد عليك، يقدر يقول لك استهدفوا مثلا خلال شهر رمضان أو خلال 15 يوم من رمضان استهدفوا أكثر من 200,000 في أمانة العاصمة، استهدفوا أكثر من 300,000، لكن للأسف ما فيش أي مرجع تقدر ترجع له لأي جهة إنك تتأكد من عدد الفئات المستهدفة أو عدد الحالات اللي تم رفضها ومساعدتها بسلات غذائية أو بأي تدخل طارئ من المبادرات الشبابية الموجودة في الوقت الحالي. نعم، بالنسبة للسيد عمار، لتعاون الجهات التي يعني تدعم وتمول هذه المبادرات والأنشطة، يعني هل يعني تقدم العون الكثير لهذه الأنشطة بالشكل الطبيعي الذي كانت عليه في الأعوام الماضية، أم أنه مع تأثير الأزمة تغير الوضع بشكل كبير؟ مثل أي جهات يعني كتجار أو فاعلي خير يقومون بتمويل المبادرات المجتمعية وغيرها؟ أعتقد أنت قبل شوي تكلمت مع الأستاذ محمد الوتاري إنه التجار في هذا الشهر هم من يبادروا، هم من يبحثون عن جهات شبابية موثوقة أمينة يعطوهم الزكاة يخرجوها فيها. يعني أنت ذكرت هذا النقطة وهذا صحيح، لكن هذه النقطة نحن نتذكرها جيدا سيد عمار خلال السنين أو السنوات الماضية عندما كان أو ما قبل الأزمة يعني، لكن مع تأثيرات الأزمة التي ألقت بظلالها بشكل كبير على المواطنين والتجار، هل ما زال العطاء يعني قائم بالشكل الذي كان أو كانوا عليه التجار سابقا، أم أن الوضع تغير مؤخرا؟ لا أكيد صعب إنه الوضع، أنا بكل ما تقدمنا شهر شهرين بنتأخر سنة سنتين، يعني أكيد العطاء اللي كان موجود سابقا مش زي العطاء حاليا، لكن في أشياء كمان بتساعد اللي هو التضخم الاقتصادي اللي موجود معنا وتضخم العملة، هذا بيساعد المقترضين اللي كانوا زمان يرسلوا زكاتها مثل الوضع الطبيعي اللي ما كانت مثلا 100 دولار كانت تسوي 20,000 مثلا، الآن بسبب تضخم العملة لما 200 مقترضين يرسلوا زكاتهم بالدولار أو بالسعودي، نعم، هذا بيساعد انه عمال بيغطيش جزء بسيط من العجز، لكن هل فعلا العطاء اللي كان موجود سابقا موجود حاليا من تجار او من مقترضين؟ لا، هذا اكيد لا، لانه الوضع الاقتصادي يأثر على الجميع، كل الشرائح تتأثر. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر الناشط المجتمعي عمار مرشد، كنت معنا من صنعاء، وأذهب لضيفي السيد أحمد الصهيبي المسؤول الإعلامي لإئتلاف الإغاثة في تعز. سيد أحمد مرحبا بك مجددا، يعني لو تحدثنا عن هذا الإئتلاف، إلى أي مدى يعني ساهم هذا الإئتلاف ب خدمة الناس في محافظة تعز، وأيضا تسهيل عمل ويعني التسهيل الكثير للمبادرات الشبابية والمجتمعية في تعز؟
سيد أحمد هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالسيد أحمد الصهيبي قد فقد ريثما يعود. أذهب لي ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من تعز السيد محمد الوتيري. سيد محمد، يعني ما العوامل التي تستدعي لقيام مثل هذه المبادرات، يعني التي تقوم بتقديم العون للناس؟ ممكن تعيد السؤال؟ يعني كنت قد تسألت عن العوامل التي يعني تستدعي لقيام مثل هذه المبادرات التي تقدم العون للناس في شهر رمضان وفي بقية أشهر السنة. تقريبا السبب الرئيسي اللي يدفع الشباب للانخراط في العمل الطوعي، في العمل المجتمعي، في المبادرات الشبابية، هي المسؤولية المشتركة اللي يشعر فيها الشباب ناحية المجتمع. الشباب عاش مع الانقلاب وغياب مؤسسات الدولة، وعاش المعاناة اللي لاقيها المواطنين في محافظة تعز. رفض الشباب انهم يظلوا مكتوفين الايدي وتصدروا المشهد واعلنوا تبنيهم لاحتياجات الناس ومسؤوليتهم عنها. لهذا نشطوا وتواجدوا بشكل فاعل وقاموا بعدد من الانشطة التي تساهم في التخفيف من معاناة المجتمع، سواء في جانب النظافة، سواء في توزيع المياه، في توزيع المساعدات الغذائية، في توزيع المساعدات النقدية. طبيعي أنه في أوضاع الحرب تشهد المواطنين وتشهد الأوضاع المعيشية للمواطنين تدهورا كبيرا، في حين ينشغل أطراف الصراع بالحروب دون إلى أي اهتمام بالحاجات الأساسية للمواطنين. آلاف الأسر فقدت مصادر دخلها، أسر أخرى فقدت المعيل، عشرات الآلاف من المواطنين كانوا يعتمدون بشكل أساسي على الرواتب الحكومية. هذه الرواتب انقطعت لفترة طويلة من الزمن، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين بشكل كبير. هنا برزت أهمية المبادرات الشبابية وحالة دون وقوع كارثة إنسانية في محافظة تعز. التكافل المجتمعي الذي حصل من خلال منظمات المبادرات الشبابية هو الذي خفف بشكل كبير من معاناة المواطنين القابئين تحت الحصار والقصف خلال السنوات السابقة. هذا الجهد الذي بذله الشباب خلال السنوات السابقة جهد كبير جدا، يجب أن يستمر طيلة سنوات الحرب. يجب على فاعلين الخير، يجب على التجار، يجب على المواطنين أبناء اليمن المغتربين في الداخل وفي الخارج الاستمرار في دعم مثل هذه الأنشطة، لأنها ساهمت في إنقاذ عدد كبير من الأسر التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة. نعم، لكن سيد محمد هنا تساؤل أيضا في مسألة مدى رضا الناس حول هذه المبادرات. ربما يعني هي مبادرات طوعية ويعني نقول هنا جزاكم الله خير على هذا الفعل، ولكن هناك أيضا تشكيك من بعض الناس بأن ما تقدمه هذه المبادرات ليس ببعض المبادرات وليس الكل، يعني هنا ليس في التعميم، ولكن يقولون بأن ما يصلهم غير ما تتلقاه المبادرات من الجهات المانحة. كيف تنظرون لهذا الأمر؟ كما قلت أنت أخي شادي، أنه عمل المبادرات هو طوعي وإحنا مش ممكن نحاسبهم ونقول لهم جزاكم الله ألف خير. بالنسبة للناس اللي بتشكك في عمل المبادرات وأنه الدعم والتمويل اللي تلقاه غير الدعم اللي توصله للمواطنين، أنا أحب أقول لهم ببساطة أنه التمويل اللي بتحصل على المبادرات الشبابية من جهات معينة هي محاسبة مقابل هذا التمويل، هي ملزمة بتقديم تصفية مالية، ملزمة بإثبات الأوجه الصرف للمبالغ التي استلمتها هذه المبادرات. يعني العمل مش عبط ومش عشوائي، فالمبادرات الشبابية لما تشتغل أنشطة هي بتشتغل وبترفع بالاحتياجات، وكمان بترفع بالفواتير وبترفع بآلية الصرف والفئة المستهدفة. فما فيش انه فاعل خير او داعم بيجي يجيب مبالغ معينه للمبادرات الشبابيه بدون ما يسالها او بدون ما يحاسبها، وفي حال كان وجدت الثقه بين الداعم والمبادرات الشبابيه اعتقد هنا المساله محسومه. نعم، اذا ابقى معي سيد محمد، واذهب لضيفنا من الحديده. سينضم الينا الناشط في المجال الانساني سيد بكيل هاشم. سيد بكيل مساء الخير. مساء الخير حبيبي. اهلا بك سيد بكيل، شهركم مبارك وكل عام وانتم بخير.
كل عام وانتم بخير ان شاء الله. سيد بكيل، لو تحدثنا عن طبيعة العمل الخيري والإنساني في محافظة الحديدة والمناطق المحررة على وجه التحديد. والله يا أخي هناك أعمال مبادرات صغيرة في بالنسبة للمناطق المحررة وهي قليلة جدا، لكنها فعلا مبادرات حقيقية ويستفيد منها بعض المحتاجين، إلا أننا فعلا نشعر أن هناك جهات مانحة. نعم. يعني هناك قصور في الجهات المانحة في دعم هذه المبادرات وتقوية هذه المبادرات بحيث أنها فعلا تكون بشكل فعال وتستطيع أن تخدم هذه الشريحة من الناس، خاصة ونحن الآن في شهر رمضان المبارك فتزيد احتياجات الناس وتزيد متطلباتهم، إلا أننا للأمانة نجد أن هناك قصور كبير من الجهات المانحة في دعم هذه المبادرات أو من الجهات الرسمية، رغم أنها مبادرات شبابية يقوم بها بعض الناشطين، إلا أنها لا تحظى بدعم من الجهات الرسمية سواء أو الجهات غير الرسمية كالمنظمات المانحة. فنتمنى من هذه الجهات فعلا دعم هذه المبادرات، وفعلا قد كانت هناك مبادرات تشكلت مبادرات صغيرة وتحولت لدعم الشهداء، لدعم أسر الشهداء، لدعم الفقراء من الناس، وفعلا وصلت لهم بعض السلال الغذائية من خلال المبادرات صغيرة جدا استطاعت أن تصل إلى المحتاجين. لكن نعم. فعلا نشعر أن الجهات الرسمية يجب أن تكون أو الجهات الغير رسمية من المنظمات المانحة يجب أن تكون لها وجود في دعم هذه المبادرة. نعم، لكن سيد بكيل، يعني هناك الكثير من الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك جهات مانحة تحاول تقديم الدعم في المناطق المحررة في محافظة الحديدة، ولكن يعني بقدر التصوير وأيضا يعني الدعاية الإعلامية الكبيرة لما يقدم للناس، ليس ما يقدم أو يصل للناس يعني يرقى إلى مستوى ما يتم تغطيته من تصوير وهالة إعلامية في هذا الأمر. نعم، حقيقة يعني مثلا أنا أضرب لك مثال كمديرية حيش، مناطق المحررة بمديرية حيش، يعني مثلا كمركز الملك سلمان لم يعطي خلال السنة تقريبا سنة أو ثلاثة أشهر لم يستفيد منها إلا مرة واحدة وزعت سلة غذائية. نعم. تمام، ومراكز أيضا كبيرة جدا أيضا كبيرة في الهلال الأحمر، الهلال الأحمر ثلاث يعني منذ سنة وثلاثة أشهر كما وصفت، سلة غذائية فقط لكل أسرة منذ سنة وثلاثة أشهر، لكل أسرة خلال سنة وثلاثة أشهر سلة غذائية مثلا في مركز الملك سلمان، المفروض أن يكون في متواجد في الساحل الغربي أو في المناطق المحررة بالحديدة، إلا أننا لا نجد أي أشياء ملموسة من هذه الجهات الداعمة، ورغم ما تحظى به من احترام ويحظى به من دعم من جهات كثيرة، إلا أننا لا نجد أي شيء ملموس لدينا. مثلا كما قلت لك أخي في حيث لم تحصل حيث غير سلة غذائية من مركز الملك سلمان وثلاث سلات غذائية تقريبا خلال السنة وثلاثة أشهر، وثلاث سلات غذائية من هيئة الهلال الأحمر، وبعض المنظمات فعلا استطاعت أن تدخل مثلا هذه ثلاث سلات غذائية خلال سنة من الهلال الأحمر العالمي، إلا أنها لا تكفي في ظل الأوضاع اللي تعانيه مديرية حيش، الحصار اللي تعانيه مديرية حيش، الأوضاع الأمنية، الأوضاع المعيشية، حصار المياه أيضا غير متواجدة، أشياء كثيرة جدا متطلبات الحياة مفقودة في هذه المديرية، إلا أننا لا نجد فعلا هذه المنظمات بتواجدها الحقيقي إلا في جزء بسيط جدا ويستفيد منها بعض الأسر.
ولكن معظم الأسر فعلا محرومة من هذه. لكن يعني أفهم منك هنا أفهم منك في نقطة تحدثت فيها سابقا سيد وكيل، لدينا وعملنا أكثر من مناشدات لهذه الأسر في المناطق الريفية المحررة، المديرية وغيرها من المناطق. نعم. المديريات الأخرى محافظة الحدود. أشرت إلى نقطة سابقة سيد بكيل، يعني ربما يعني كان المأمول بأن هذه المناطق التي يعني تشهد مواجهات بين فترة وأخرى والتي ما زالت يعني تعاني من آثار الحرب، ربما يفترض أن يكون هناك التأثير والحضور الأكبر لمركز الملك سلمان للهلال الأحمر الإماراتي لتقديم العون للناس. كما سمعت منك بأن يعني خلال 15 شهر فقط سلة غذائية واحدة لكل مواطن قدمت من مركز الملك سلمان، وخلال هذه الفترة 15 شهر 3 سلات من الهلال الأحمر الإماراتي. نعم 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 نعم، هذه حقيقة. وأما بالنسبة للغذاء العالمي كما قلت لك، فهناك المستفيدين من الأسر تقريبا 2050 أسرة مستفيدين من السلة الغذائية الشهرية طبعا، إلا أن هناك 4000 أسرة محرومة من هذه الغذاء اللي هو الشهري. نعم. طيب يعني هل هناك مبادرات مجتمعية تكونت في هذه المناطق وقدمت شيء للناس في هذا الشهر الكريم؟ نعم، هناك بعض المبادرات الصغيرة، مثل جمعية المستقبل استطاعت أن تقدم بعض السلال الغذائية لتقريبا 35 أسرة أو 38 أسرة شهداء. أيضا خلال هذه الفترة استطاعت بعض الجهات الخيرين في توزيع هذه التمور للأسر من فاعلين خير طبعا، وتبنتها أيضا جمعية المستقبل. وهناك مبادرات صغيرة أيضا استطاعت أن تصل لبعض كما قلنا لبعض الشهداء أو فئات معينة جدا من المجتمع، ولكن مثلا حيث يوجد فيها أكثر من مدني، مثلا أكثر من 160 أسرة أو 160 شهيد مدني من المدنيين فقدوا خلال هذه الفترة مواجهة، إلا أننا لم نغطي استطعنا أن نغطي إلا جزء بسيط من هؤلاء الشهداء. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر السيد بكيل هاشم ناشط في المجال الإنساني، كنت معنا من محافظة الحديدة. وأعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية من تعز السيد محمد الوتيري. سيد محمد، هنا يعني مساحة أخيرة فقط، يعني تبقى من شهر رمضان 15 يوم، وهي فرصة لفاعلي الخير وداعمي المبادرات الشبابية بتقديم العون لهذه المبادرات والحملات الخيرية في يعني تقديم المساعدة للناس، فرصة للحديث وتقديم رسالة من خلال البرنامج للناس وللجهات المانحة وفاعلي الخير. بداية نحب أن نشير أنه عمل المبادرات الشبابية ليس مقصورا في الجانب الخيري، في الجانب الإنساني. المبادرات الشبابية بإمكانها العمل في أكثر من مجال. نحن مثلا في تعز لدينا برنامج مع منظمة شباب بلا حدود في تعزيز الأمن المجتمعي، ستعمل عليه حوالي 15 مبادرة شبابية. هذا البرنامج يهدف إلى أو يتضمن ثلاثة محاور: المناصرة وإشراك السلطة المحلية، التدريب والتمكين، والمشاريع الخدمية التي تتضمن إنارة الشوارع، إصلاح شبكات المياه، إصلاح شبكات الصرف الصحي، وغيرها من الأنشطة التي ستنفذها خلال الفترة القادمة. الدور التي تقوم بها المبادرات الشبابية متنوعة، ونأمل من الشباب الانخراط بشكل أكبر في المبادرات الشبابية والعمل بشكل مستمر، لأن الدور الذي يقوم به الشباب والمبادرات الشبابية دور كبير جدا وهام في التخفيف من معاناة الناس وفي حل المشاكل المختلفة التي تطرأ في المجتمع. رسالة أوجهها إلى فاعلي الخير في الداخل والخارج، إلى التجار، إلى التجار. نعم. أنه لازم نهتم بالعمل الخيرية، لازم نحن ندعم المبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، لازم ندعم نسبة الفقر ونسبة الأسر المحتاجة في اليمن زاد بشكل كبير جدا. احنا لازم نستشعر مسؤوليتنا تجاه هذه الأسر، تجاه إخواننا، تجاه أهلنا، ونضاعف من تقديم المساعدات الخيرية إلى هذه الأسر بمختلف الوسائل، سواء عبر دعم المنظمات أو دعم المبادرات أو الدعم الشخصي للأسر المحتاجة. نحتاج إلى أن نتكاتف بشكل أكبر. نحن نمر بمرحلة صعبة في مختلف عموم اليمن،
نحتاج الى تكاتف بشكل اكبر، نحتاج الى تكافل بشكل اوسع لتجاوز هذه المرحله الصعبه. نعم، اذا اشكرك جزيل الشكر سيد محمد الوتيري، ناشط في المجال الانساني، كنت معنا من محافظه تعز، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة اليوم. أشكر جميع ضيوفي في هذه الحلقة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من الزميلة إلهام عامر في الإعداد والتنسيق، ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.